ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشيني جدا جدا جدا، وحشيني بجد. اي مس يو سو ماتش يا جماعه، بجد والله العظيم وحشني البيت، وحشيني يا باب، وحشيني يا ستاره، وحشيني يا مكان، وحشيني يا ترابيزه. بصوا كلكم كلكم وحشيني، والقاهره وحشاني جدا جدا. وحاسه ان انا يعني قاعده بقالي بره كتير جدا، يعني انا المفروض مسافره بقالي اسبوعين اسبوعين ونص، مش فاكره. anyway المهم ان انا مسافره من قبل العيد اصلا، ف وحشتوني في 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 وحشه جماعيه كبيره قوي. اوكي، فبس عاوزه برضك اقول لكم اول حاجه قبل ما نبتدي اي حاجه، تمام؟ اللي لسه ما نزلش عمل لايك ينزل يعمل لايك، لسه ما عملش سبسكرايب ينزل يعمل سبسكرايب. ليه بقى؟ ليه هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه. اولا علشان يعني عب مجهوداتي العظيمه، تمام، اللي انا عماله اعملها ديت، اوكي، ومحدش يعمل لي لايك، دي حاجه. تاني حاجه عايزين نوصل لل 200,000 في اسرع وقت يا جدعان. بصوا انا هبه مني النهارده، مش عارفه ليه، مش عارفه ليه مالي، حاسه ان في حاجه جديده، عارفين اللي هو ايه، اهي 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 فرحه حياتي اهي، هي دي اللي انا حاساها دلوقتي. فبس فاسكت، لا والله لازم اشارككم اللحظه واشارككم التربون. يعني انا قلت اجرب التربون وانا قاعده في البيت يا جماعه، فايه قولوا لي ايه رايكم في في, في الشكل، في الشكل العام، دي حاجه. تاني حاجة النهاردة يوم بتاع الأسك العالمي، أسك العالمي يا جماعة، هرد على جميع الأسكس. تاني حاجة أنا طالعة مش علشان الأسك أصلا، أنا طالعة عشان أنتوا وحشتوني، أوكي، وعلشان عاوز أقول لكم إن أنا بحضر حاجات تحفة جدا هتنصدموا منها، مفاجأة مفاجأة، تمام. فكل توقع المفاجأة اللي أنا محضراها، وايه حوار الفستان والكلام ده كله. طبعا انت شفت الفيديو بتاع الفستان، وكنت عاوزه اوريكم الفيديو بتاع السفر اللي انا جيت فيه وعملت فيه مقلب، خصوصا ان كان حاصل حوار بس ربنا ما وفقنيش ان انا انزله. فعادي اسكت ازعل؟ لا خالص، عدينا الموضوع عادي وقلت مش مهم، فدايا اي فيديو. يلا نجيب الموبايل عشان نبدا ونرجع تاني. عاوزه اقول لكم ان في اسرار وفي مواضيع وفي حكايات يعني هقولها كلها النهارده، ما عدا طبعا المفاجاه اللي انا محضره دي، اوكي، عشان بس نبقى متشافين، تمام. بس يعني بصوا يا جماعه انا مهيئه نفسي ان انا اروح بحر، تمام، ما رحتش كنبها، هروح كنبها برضو، يعني مش هنحرم نفسنا ايه، وهنبقى لابسه بقى ايه التربون ديت اللي انا عاملاها بتاعه المصيف، تمام تمام، فهلبسها لغايه لما تودوني بحر، يعني لغايه لما ربنا يفرجها عليا واروح بحر واشوف هناك كده واقعد بلبط، تمام. مهم دلوقتي يا جماعه في اسك انا كنت سائله على الانستجرام، والناس اللي مش متابعاني على الانستجرام هتنزل بسرعه تحت في اول كومنت هتلاقوا الانستجرام بتاعي، ونازله تحت بقول لكم صلوا على النبي، تصلوا على النبي، كل الناس اللي موجوده هنا تحت تنزل. والفيديو دوت عاوز يوصل لاكبر عدد من اللايكات، يوصل ل 10,000 لايك، 20,000 لايك، 30، زيدوا زيدوا، كل واحد ينزل يعمل لايك، دي حاجه. طب يا جماعه اول سؤال، خطوبة اخويا، خطوبة اخويا، طبعا احنا خلاص خلصنا خلصنا امتحانات والكلام ده كله، خطوبة اخويا. انا عاوزة اقول لكم خبر صادم، اه والله العظيم انا مصدومة منه. هي في خطوبة اخويا، هي خطوبة اخويا دي حاجة حقيقية، بس مش على توتا، على واحدة تانية. هتقولوا لي مين؟ هتقولوا لي تفاصيل، هقول لكم اقسم بالله ما اعرف، وربنا ما اعرف، مفيش غير ابويا وامي هم اللي عارفين. امي وابويا هم فعلا اللي عارفين، وتقريبا البت ايه سوسة اختي ايه دي برضك عارفه معلومه من ضمن المعلومات، لكن انا علشان كنت مسافره فما حضرتش القعده دي، ما حضرتهاش للاسف، ما حضرتش اللقطه اللي ابويا راح اللي اخويا راح قال لماما فيها ان انا هروح اختي، ما حضرتهاش، كان نفسي احضرها بس يلا مش مهم. طيب دي حاجه، يعني خطوبه توتا واسلام اخويا فاكس خالص. الحوار ان احنا كنا عاملينه كان بهزار ومتفهموش قلب بجد، وبعد كده توتا قالت ان هي لا كانت بتهزر والكلام ده كله وبس، وانتوا قعدتوا تجادلوني كتير وتقولوا لي انت بتتحكمي في اخوكي والكلام ده كله. لا يا جماعه الموضوع ما كانش كده خالص، الموضوع كان جاي كده، المهم خلاص خلص يعني، تمام. ودلوقتي في خطوبه تانية خالص يعني، تمام، بعيدا عن اني لسه ما اعرفش البت، بس في خطوبه تانية. حلو، طيب الناس اللي بتقول لي انت ازاي يا ياسمين عاوزه تكملي دراسه
والناس اللي كانت شايفاني ان انا بحل حاجات وافتكرت ان انا بمتحن، ولا انت مش بتمتحني ولا ايه؟ لا يا جماعه هرد عليكم في حاجه. طب يا جماعه انا جات لي مكالمه عادي. طب يا جماعه انا كنت بحل ايه والناس اللي كانت فاكره ان انا بمتحن؟ لا انا مش بمتحن، انا كنت بساعد ايه وبكتب لها شويه نقط كده وشويه حاجات كده في كتاب. والله حصل عملت لها في العربي وعملت لها في الدين، عملت لها اخر ورقتين في الدين بس تعرفي. يس المهم دي يعني كانت حاجه. الناس اللي بتكلمني على البيت الجديد وهل احنا هنعزل فيه ولا مش هنعزل فيه الكلام ده كله، يا جماعه احنا هنعزل، يعني احنا اساسا هنعزل تمام، بس احنا يعني كنا مستنيين الاخت ايه ان هي تخلص امتحانات، يعني احنا كنا مستنيين اصلا ان هي تخلص امتحانات، بعد ما تخلص امتحانات بقى هنفوق بقى هنروق بقى علشان المكان هناك بعيد وفي في حاجات كتير، حاجات الموضوع كبير كبير. انت كنت في الصعيد بتعملي ايه؟ كنت في الصعيد بعمل ايه؟ هكون بعمل ايه يعني؟ ها هكون بعمل ايه؟ واحدة ومسافرة الصعيد، واحدة مسافرة بلدها، هتكون بتعمل ايه؟ واحدة بيت جدها هناك وبيت ابوها هناك وبيت جدودها هناك، بس هي مش عايشة هناك، هي عايشة هي واهلها في القاهرة عشان شغلهم هنا اللي هو احنا طبعا، تمام؟ هكون بعمل ايه يا ترى في المنيا؟ يا ترى؟ طب انت ازاي من المنيا وازاي من طنطا؟ عشان السؤال ده اتكرر كتير، تمام؟ والدتي من طنطا. من طنطا. انا من القاهرة عادي يعني. بابا من المنيا. انا مش عارفة انا بتلخبط ليه، بس قشطة، تمام؟ يعني فهمنا؟ فهمنا ولا مش فهمنا؟ وايه اللي جاب الشرق على الغرب؟ فدي قصة قصيرة حزينة هعرفها لكم في الآخر. في الآخر هتعرف. اوكي. طيب عندي كام سنة؟ انا 1/8 الجاي ده، 1/8 مش عارفه النهارده 1/8 ولا ايه، بكره ولا بعد مش فاكره. anyway هتم قانوني هتم 23 سنه. خلاص يعني عقلت كبرت بقى خلاص، في كبر كده في الموضوع. دي حاجه من ضمن الاشياء. اوكي. في بقى يا جماعه اسك مهم جدا عاوزه اقوله لكم، بس يعني هنخليه كده بعد دقيقتين ولا حاجه. اللهم صل على النبي. اخويا في كليه ايه؟ اخويا في كليه تجاره انجلش. اخويا في كليه تجاره انجلش، واختي في كليه ايه؟ اختي كانت في ثانويه عامه، تمام، ادبي، تمام. وعاوزه اقول لكم يا جماعه الناس اللي محتاجه الكتب بتاعه ثانويه عامه يبعتوا لي على الخاص، هتلاقوا الانستجرام بتاعي تحت، كل الناس تدخل علشان احنا عاوزين نوزع الكتب ديت، بس يكون لحد محتاج. عندي ثانويه عامه ادبي علمي، بصوا اللي انتوا عاوزينه هتلاقوه. اوكي خلينا متشافي كوين. هتخطب امتى؟ هتخطب امتى؟ هتشوفوا كل حاجه بعينيكم يا جماعه. يا جماعه هتشوفوا كل حاجه بعينيكم. الله الله الله، هتشوفوا بجد والله كل حاجه بعينيكم. يعني مش ما تستعجلوش ما تستعجلوش، الجايات اكتر الجايات اكتر. يعني مشكله عقدتك اتحلت، مكانش في عقده اساسا، مكانش في عقد عشان بس ايه نحب ندري جميع الاطراف، احنا ما كانش في عقد اصلا. اوكيش نرجع بقى للسؤال بتاعنا المهم الشق. سافرتي مع مين؟ سافرت انا وعبد الرحمن يا جماعه، انا وعبد الرحمن اخويا سافرنا. في سؤال مهم، سؤال مهم مهم مهم، انا كاتباه في ورقه جوه. كنت مختفية ليه؟ هجاوبكم على السؤال، هجاوبكم. اولا لان وانا موجودة هناك ما كنتش عارفة اصور، دي حاجة. يعني كل ما برفع الموبايل بتقلي انت بتعملي ايه؟ انت بتصوري ايه؟ فمبدأ ان انا اصور مش قوي هناك، تمام؟ خصوصا اني كنت لوحدي، يعني عبد الرحمن كان على طول نايم ال 24 ساعة في ال 24 ساعة. كمان تمام. وطبعا ايه واسلام وماما والباقي كانوا هنا. اوكي. وبابا جه تقريبا بعد تاني يوم ولا تالت يوم، يعني جه على العيد كده. فبس
فانا حسيت بملل وحسيت ان انا مش قادره اصور هناك، رغم ان كانت في حاجات حلوه قوي 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 كان نفسي بجد اصورها، بس ما عرفتش عادي يعني. فشلت يا جماعه، مش مهم، نبدا من اول وجديد ونقطه من اول الصفر. من اول الصفر ايه؟ من اول السطر. نبدا من اول وجديد وعادي جدا، نقطه من اول السطر. طب يا جماعه، بدي اقول لكم واسمحوا لي ان انا اكلمكم على النقطة المهمة اللي انا عاوزة اتكلمكم فيها، اوكي؟ وهي ان في بنت بعتت لي وبتقول لي ان هي عايزة تنتقم من خطيبها. فردت عليا راحت قالت لي ياسمين انتقم منه ازاي؟ بصوا، هو ده ما ملوش علاقة بالفيديو بتاعنا، بس انا هرد. بصي يا اختي، هي ده سألتني، ولقيت ناس كتير جدا جدا ردت على الانستجرام عليها، واللي قالت لها كسر ازازة عربيته ولو عنده عربية، واللي قالت لها حط له مسامير مش عارفة فين، ولقي الزيت قدام بيته، وحط رقمه على بتاع تحرش، جروب للتحرش، حاجة زي كده. anyway يعني هي حاجة زي كده، في حين ان انت ممكن تعملي نفسك مش شايفاه اصلا، يعني انت ممكن تعملي نفسك مش شايفاه. واسفة انا مش حابة القصق اصلا، يعني انا مش حابة القصق، لاني لقيت فيه كلام كتير. واحدة بتقول لك اقتليه، واحدة بتقول يعني حاجات كبيرة، حاجات كتيرة. ليه يا امي؟ ليه يا حبيبتي؟ ايه الحلو؟ كان تامر حسني ده يا ماما؟ كان تامر حسني؟ لا يا روح، كان مين؟ كان مين تاني حلو انا بكرش عليه؟ كان احمد حلمي؟ لا مش احمد حلمي. كان احمد مكي؟ لا برضه. كان احمد السقا؟ لا برضه. خلاص يا ام، خلاص يا حبيبتي، خلاص يا ام، كلب وراح، كلب وراح، خلاص يا حبيبتي. تنتقمي ليه يا ماما؟ عادي يعني نفضي له يا حبيبتي، اكبر ان انت تحلقي له ده اكبر عقاب واكبر انتقام انت ممكن تشوفيه في حياتك. وعاوزه اقول لك، كما تدين تدان، مش موجوده في الاخره بس موجوده في الدنيا، يعني بتحصل في الدنيا وبتحصل في الاخره، وزي ما بتحصل في الخير بتحصل في الشر، يعني عملت شر هيرد لك شر، عملت خير هيترد لك خير، وده الحوار. نرجع بقى للناس الحلوين اللي عماله تقلش وتقول وتمسك وبيبقى فيه الفاظ، اوكي الفاظ، نرجع برضك، الفاظ بتبقى موجوده في الكلام. واحده بتيجي تقول لك انا عايزه انتقم مش عارفه ايه، فبقول لها مش عارفه ايه كده، وفي شتيمه وفي الفاظ وفي حاجه قله ادب وفي حاجه مش محترمه اساسا، يعني مفيش. عايزه اقول للناس اللي بتعمل رياكت وبترد على الحاجات دي، ها شكلكم حلو كده بجد، يعني شكلكم حلو كده. فكك من الناس اللي بتغلط او الناس اللي بتكتب، احنا مالناش دعوه بيهم، بس ما ينفعش احنا كيوتيوبر او اي حد مثلا عنده على الانستجرام رقم او مش رقم، اي حاجه من الحاجات دي كلها، ان احنا نطلع الحق ده عم سيدنا من ايه. على فكره دي قله ادب، دي قله ادب يعني، اوكي. ولما يكون في اطفال بيتفرج او بيتفرجوا على الحاجات دي كلها، فدي مش حاجه حلوه، مش حاجه حلوه خالص يعني، دي مش حاجه حلوه، مش حاجه لذيذه، ومش دم واحده خفيف لما تضحك وتعمل رياكت على حاجه زي كده. اعملي رياكت، ردي على حاجه ما فيهاش شتيمه، ما فيهاش اسلوب وحش، ما فيهاش اي حاجه من الحاجات دي كلها، خليكي انسانه كويسه، خليك انسان كويس. الكلام ده للجمع، لكل الناس اللي بتعمل كده. بس وكده نبقى خلصنا القصق بتاعنا يا جماعه. واستنوا مفاجاه، استنوا مفاجاه، استنوا مفاجاه، علشان في خراب 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 ودمار اليومين الجايين. وعاوزه اقول لكم، هو ابتدى العد التنازلي من بكره، ابتدي العد التنازلي من بكره بعد الفيديو ده ما ينزل، اوكي؟ توحشوني و I miss you so much so much so much. بليز كل الناس تنزل تحت تعمل لايك سبسكرايب تفعل الجرس علشان يوصل لها كل جديد، وبحبكم جدا جدا جدا. وعلى فكره انا عارفه ان انا تقريبا صوتي شبه شبه، انا مش عارفه، انا الحروف بقت ضايعه من عندي، شبه لهفه، بس انا مش عارفه، مش عارفه، مش عارفه. انتوا قولوا لي تحت، انتوا قولوا لي تحت. يلا سلام سلام، على السلامه عليكم.